عيش وما فكر باللي راح بيصير، لا فكر كيف وين وحتى ليش، عيشي وحدي والعمر قصير. دني فنياني ومنا حرزاني، نحزن ونعاني والفرح بالقيد. دني فنياني منا حرزاني، نحزن ونعاني والفرح بالقيد. يا خالتي هو دقيقة، نحن ما عم نحكي معك. هالشي الخطير صار مع كنة عيلتك، بس كان صعب كتير عن جد إنه نصدق هالشي اللي شفناه بعيوننا. ما خلت شي ما عملته مشان تخرب حياتنا وتنزعها، مرة هيك ومرة هيك كمان. لشو كل هذا الشي؟ بنتي رح تحمل لافتات وشعارات؟ فضيحة! ليش بدها تورط بنتي بهالشي؟ إذا أنت بترضي بهالقصة نحن ما منرضاها. أنت حرة تعملي اللي بدك ياه، بس ما بدنا تخربي حياة بناتنا وكناينا. وش ده؟ لا تكون زعلت، ليك اسمعي بنتي. يا ربي ليك وصلوا بكير. شايف ما أحلى الزينة؟ كثير منيح، صار لي زمان عم لك تعجل شوي، رح نزل الشناتي. أهلين أخي، اشتقنا لك، هات هات عنك. انبسطت هيك كوبال؟ وصلوا لهون ونحن كمان مشغولين بالزينة لسه، قلت لك عجل ما كنت ترد. خلص يا عمي ما في مشكلة، المهم إنه وصلنا. إيه الحمد لله، نحن هلأ بدنا نعمل استقبال كثير كبير للبنت البطلة. رح أشرح لكم القصة. نجاح؟ دقيقة ماما. ما بتصدقي قديش اشتقت لشوفك يا أمي. وأنا كمان بنتي اشتقت لك كتير. يا أمي وين وجدان؟ فكرت رح تكون عم تستناني على الباب هون. شو هي وينها؟ بنتي هي كانت ناطرتك من الصبح، بس شوفي كيف اختفت فجأة، بتكون بغرفتها هلأ. طيب يا سوبرمان يلا روح ناديلا. ايه أنا رح روح ناديلا هلأ. بنتي خلينا نرحب فيكي اختي، يلا. ايه وقفوا منيح لصوركم، يلا. ايه مسكي نجاح مسكي. لك شو هالعالم هي؟ انا عم فكر بمصلحة بناتهم وكناينهم كلياتهم، وهنن واقفين ضدي وعم يلوموني كمان. عادوني وعادوا هدفي واملي، قديشهم هنن مجانين. هذا الشي كله بس لأنه صار معي أنا إلي بالذات. لو كان هالشي صار مع وحدة من بناتهم أو كناينهم، يا ترى رح يتصرفوا نفس الشي معه؟ اختي وجدان بسرعة تعالي معي، يلا اختي نجاح وصلت هلأ. عن جد؟ ايه طيب روح أنا جاي. ما رح استقبل نجاحه والشي مقلوب هيك، اليوم كتير مميز. يا وجدان
كثيرة. نجاح نجاح نجاح. لا مو معقول، هي هي البنت نفسها يلي وصلت لنهائيات المسابقة. وهي البنت العظيمة نفسها يلي عملت دور عارضة الأزياء. بقدم لكم الفائزة بجائزة مميزة بعرض أزياء بونازا لهذا العام، الآنسة نجاح كراك. لا 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 استني، مو بس مصممة، مصممة أزياء وعارضة، البنت الموهوبة والمبدعة والمدهشة الآنسة نجاح كراك من بنراس. طيب طيب حاجة وجدان وقفي. كيف بدي وقف؟ استني ليكي، قبل ما تصيري مصممة عالمية بدي اياكي تعطيني توقيعك. وجدان بترجاكي. انا بترجاكي. لا بقى تقلديني بهي الطريقه. ماشي. اختي وجدان، اختي وجدان، شوفي يا اختي نجاح ربحت هاي الجائزه الحلوه. ورجيني. وانا بدي هلا توقيع منك يا اختي نجاح، بدي ورجيه للكل بالمدرسه، رح اقول لهم انا عندي توقيع من اختي على الدفتر تبعي. دقيقه بس. شوفي وجدان. دقيقة. شو اللي صار؟ خير؟ لكي اختي وجدان، على شو عم تدوري؟ لك دولو، انا ما عم شوف هلأ نجاح هديك اللي كانت على طول بتضل خايفة. وجدان خلص اذا بتريدي. هو هيك، انا ما بحسن اعمل شي، انا بنت كتير عادية من بنراس. كمان اختي حدا كتير مندفع وهي اللي اثرت فيني لهالدرجة. وجدان كل هالشي صار بفضلك انتي، عن جد شكرا كتير 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 الك، انتي شجعتيني لا وترجيتيني مشان روح. اوهو شوفي. لك ايه صح، عفوا. شو صار؟ واحد اثنين ثلاثة وأربعة. دولو حتى الموسيقى. بنتي نجاح تعي لأنه الكل ناطرك. يلا ما حلوة. ايه يلا 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 امشوا. يا عمي نحن اشترينا حلويات بتشهي من دلهي. اعطيني اياها. ايه ايه شو هاد يا؟ شوفوا مين في هون عنا، اختي اللي بتجنن واللي ربحت. الف مبروك يا اختي. يا بابا اعطيني علبة الحلويات اللي جبناها معنا، يلا بسرعة. ايه بنتي. اخي يا بابا شوفي يا خير شبك. ما صار لي شيء. لك شو ما صار لك شيء يا أخي؟ مرت أخي في عنده حمى قوية. يلا قومي معي أختي، خلينا ناخده على غرفته يرتاح شوي. شوي ما كان منيح لما راح مع نجاح. تفضل هاي دواك، نبهتك من قبل تدير بالك على صحتك، كنت بعرف انه بروحتك هي رح تمرض، انت ما كنت عم تاكل ولا عم بتنام منيح مو هيك؟ ايه يا امي مزبوط كلامك،
شو هذا الحكي اللي عم تحكوه انتو التنتين؟ وجدان قربي لعندي لشوف. بنتي، انتي ساهمتي بشكل كبير بفوز بنتي نجاح. رفيقك ساعدنا كتير ونحن هنيك. تخيلي لو ما اجا كيف كنا بدنا نعمل كل هالشي هاد بنتي؟ بس في شغلة يا وجدان، مو كل غريب ممكن انه يكون صديق ويخلص لنا. العالم صاير سيء يا بنتي، وما عاد في حدا بيوثق بالقريب، مشان هيك لازم تديري بالك على حالك أكتر. أنا آسفة يا عمي، أنا غلطت غلط كتير كبير، ما كان لازم أعمل هيك خطوة من دون ما أخذ رأي الكبار. الحمد لله ما صار شي خطير أبدا، بس ديري بالك منيح. يلا خلينا نطلع كلنا هلأ، أخي بيكون تعبان من بعد هالرحلة الطويلة، خلوه يرتاح شوي. انت ارتاح هلأ، وإذا بدك أي شي مني ناديني بسرعة، رح أجي فورا. ألو نجاح، أنا فيهان. لو سمحت بترجاكي لا تسكري بوشي، بدي تسمعيني منيح بالأول وبعدين بتسكري الخط. مو معقول، يعني ما لي حق أني بارك لك أبدا؟ فيهان أنت كيف عرفت أني ربحت؟ معقول ما أعرف؟ يعني العرض، توزيع الجوائز، بتعرفي شو؟ أنا كنت كتير فخور لما أعلنوا اسمك بالحفلة. نجاح، أنت عملتي شي مو معقول. هاد يعني أنك ضليت بس لحتى تشوفني؟ يا وشوفي كيف ما بدي ضل، وحلمنا الكبير كان على وشك أنه يتحقق. نجاح، أنا كنت متأكد أنه جواتك في شي، وهو بس عند الناجحين. وبتعرفي قديش هالشي بده شغل؟ إني أعمل لك ورقة إعلام مثل الصاروخ وطيرة. شو مفكرة؟ هيك وصل لحاله؟ شكراً كتير إلك فيها، عن جد ما عم أعرف كيف لازم أتشكرك، بس بترجاك أنا ما بقدر أحكي معك، قدر وضعي. إيه؟ شكراً نجاح، أنا بيكفيني الشي اللي قلتي. اشتقت لك نجاح، كتير اشتقت لك. كمان اليوم أنا لازم ساوي الشاي. شو هاد؟ ضحية أو ناجي، تعالوا بكرة الساعة 4 بعد الظهر على ساحة غيغات مشان ترفعوا صوتكم بوش العنف ضد المرأة. هيك لكان حضرتها بدها تبهدلنا لسه. خدي خلص، يلا قومي جهزي حالك نجاح، لازم نروح بعد شوي.
معلش تشرحي لي شو كل هاد؟ إلي الحق إني أعرف ما؟ ولا نسيان حماتك؟ شو هاد؟ منشورات واحتجاج؟ بدكن ترفعوا الأصوات؟ يلا قولي شو كل هاد؟ مين مفكرة حالك وجدان؟ لتكوني رئيسة الدولة؟ ولا مفكرة حالك أهم؟ أنا شرحت لك أكثر من ألف مرة، هاي بانا راس يا بنتي، مو مومباي تبعك. انسيلي بقى صوت البنت اللي وصل للحارة الثانية، فهماني؟ أصلاً ما وصل لبيت الجيران، بجوز البنات اللي عندكن بمومباي بيدوروا طول الليل وبكل وقاحة، بس هون لا. حماتي نحن مو وقحين أبداً، هنن هيك لأنه عاملونا معاملة أسوأ من الحيوانات نفسها. طيب وشو بدك تعملي؟ رح تلمي كل العالم وتحبسيهم؟ لا يا حماتي، بس هدول الزعران لازم يخافوا من العقاب وما يعيدوها، مو بس هنن، ولا مخلوق رح يفكر بقى يعمل هيك تصرفات سيئة. ماشي، شكلك ما رح تزوقي، بس بتعرفي قديش رح تتأثر سمعة العائلة بسبب تصرفاتك الغبية؟ حاجة تزيديها بقى. آسفة يا حماتي، بس أنا ما رح أتراجع مشان الخوف على سمعتنا. ضروري نعمل هذا الشي وبسرعة كمان. أجدادنا القدماء قالوا مرات لما بدنا نحارب منشان الحقيقة لازم نضطر نحارب أهلنا. عن جد؟ معناته حضرة جنابك بدك تحاربي أهلك وتوقفي بوشهم. منيح، الله يطول بعمرك انتي، الله يطول بعمره ويخليها فوق راسنا. مرت عمي انتي ليش ما عم تفهمينا؟ نجاح انتي لا تصفي معها بالمرة. شوفي وجدان، رح أقلك هالشي لآخر مرة، بس انتي لازم توقفي كل هالشي. آسفة يا حماتي، اتراجع بعد كل هذا الشي مستحيل. ماشي، أنا بعرف دبرك. وجدان، الشجاعة هي إنك تملكي كل شيء، مو أنتي اللي قلتي لي هيك؟ صح يا نجاح، بس الشجاعة ما لها كل شيء بهالحياة هي. حماتي ما عم تفهمني أبداً. ولا يهمك، إذا ما فهمت اليوم تفهم مرة تانية، لا تقلقي. ما فينا غير نتمنى الخير نجاح. يلا أنتي روحي وجهزي حالك فورا، بيان لازم يجي بعد ما يخلص كل شغله. ما بدي تفكر كتير وجدان، كل شي رح يكون منيح. هذا الشي لمصلحة الكل، لهيك بتسمي. اختي بشاير، سميرة، سيلفي، تعوا بسرعة. شوفي اختي، ليش عم تنادينا؟ شوفي سيما، الله بيعلم شو المشكلة، صار لها عم تصرخ لنا من الصبح. يا ربي أعطيني الأول أكمل هالشي وخليني أنهي على الأخير، وعدت كتير ناس وما لازم أتراجع، لا تخليني أضعف. وجدان، بشو عم تفكري انتي؟ ما في وقت للتفكير حتى. يلا خلينا نروح. امشي.
قولي شي مفيد فورا. ليك الكل اجوا لهون، حطي لنا شي اعلان. مو انا اللي رح حط، كنتك حطت اعلان لكل العالم بدها تطلع بالشوارع لحتى تقود احتجاج وتنزع اسم العيلة. شوف شوف شو كاتبين هون، مكتوب ضحية أو ناجي تعوا اليوم الساعة 4 على ساحة غياغات مشان ترفعوا صوتكم بوش العنف ضد المرأة. عجبكن هالكلام؟ فرج تعا تأكد بنفسك. في عندكن فكرة شي؟ لأي درجة وجدان ماشية بهالقصة؟ وانت يا سيما حاولي تفهميها ولو بس شوي، وجدان ما عم تعمل شي غلط. انت لا تحكي شي يا اختي، اصلا ما تجرأت وجدان تعمل هيك غير بسبب دعمك الكبير إلها. انا حماتها مو عدوتها، وبدي شوية احترام بهذا البيت. شو مو حقي؟ بدي منكم كلياتكم توقفوا وجدان وما تخلوها تعمل هالعملة هي. ويا ريت تعتبروا هالشي امر مو طلب. ماما قليلي شو صار لك؟ بكفي، لا تسكتني الي انا، روح سكت وجدان. هي ما رح تقتنع لحتى تعمل هالاحتجاج، وشو اذا صار معها شي بسببه؟ مرتك وجدان ما رح تطلع من هذا البيت ابدا الا على جستي، وما رح اتراجع. يا حماتي انتي ما عم تفهميني ابدا، انا اللي بلشت بهي الحمله، اصلا عيب ما اروح لعندهم، الكل مستنيني. ما في حدا رح يستناكي هنيك، ولو كانوا عم يستنوكي ما رح تخطي خطوه برا هذا البيت، فهماني؟ سمعتيني؟ ليكي وجدان انتي بلشتي بهذا الشيء، بس انا هلا عم بامرك انك توقفي هالمسرحيه فورا. ماما كيف بدك توقفيها؟ انت لازم تدعميها وتشجعيها، وبدل ما تعملي هيك معها عم توقفيها؟ ماما انت بتعرفي قديش عدد الناس اللي حاطين املهم فيها؟ في كتير بنات شايفين انه هالبنت الشجاعة رح تكون صوتهم لقلهم، وانها رح تعمل شي مشانهم. بيان هلا انت مقتنع؟ ولا عم تحاول تقنع حالك؟ لك شو يلي صاير لأهل البيت هون؟ انتو شو صاير لكم؟ فاكريني مجنونة؟ يعني وجدان صارت شخصية سياسية؟ مين هي حتى ينطروها الناس قولوا هي مانا ساحرة حتى تحقق أمنيات العالم؟ بدي أسألكم سؤال، مين منهم إجا حتى يساعدها بمصيبتها الكبيرة لما صار هداك الحادث معها؟ ما حدا؟ ما؟ كل واحد منا لازم يدافع عن حقه بعيد عن كل الناس. هذا الاحتجاج وهي الحركات شغلات حلوة لنسمع فيها وبس، بس هي بدون فايدة. لك ما رح يصير أي تغيير، انتي بس رح تعاني أكتر. بس يا مرت عمي مرة وحدة كفي، لا عاد تاخدي وتعطي معي أكتر. أنا هلأ قلت لك انتي ما رح تخطي خطوة واحدة برا هذا البيت، بس إذا بدك تروحي غصب عني هالشي رح بيكون على جرستي، فهمتي؟ عن جد شي بزعل، أنا عم حاول غير أفكار ووجهات نظر العالم من حوالي، بس ما عم بقدر غير أفكار ووجهات نظر عيلتي نفسها. تكرمي يا حماتي، أنا ما رح أعمل أي شيء ولا رح ضايقك أو أزعجك. خلص أنا ما رح روح. أنت كيف تعملي هيك يا وجدان؟ أنت بلشتي بكل شيء ولازم أنك تنهيه، ما بصير هذا الشيء. قلت لك يا بيان أنا مالي رايحة، أنا ما رح روح. وجدان
وجدان، ليش عم تعملي هيك اختي؟ انت بتعرفي مرت عمي منيح، بحياتها ما كان عاجبها حدا. تتذكري انت حكيتي لي على شغله مبارح، قلتي لي لو انه الاهل بيدعموا اولادهم ساعتها اولادهم بيتطوروا، كمان ممكن يتغير المجتمع، صح هالحكي؟ ايه بتذكر يا نجاح، بس رأيي لحماتي اليوم بيشكل كمان رأي كل الناس، وقبل ما أغير وجهات نظر الناس لازم خلي حماتي تفهم شو هي وجهة نظري. أنا كتير مزعوجة بس هي كمان متضايقة كتير، ما بتعرفي يعني يمكن تفهمنا لو عطيناها شوية وقت يمكن تقبل. قديش لسه بدك تهتمي بحماتك؟ آه وشو مشان الناس المعتبرينك أملهم وصوتهم ضد الحوادث يلي صارت معهم من قبل قصتك أنتي؟ لا يا وجدان، انتي لازم تروحي لو حتى شو ما صار يصير. عن جد مالي حظ بالمرة، زوجي وكنتي وابني كمان كل واحد منهم بيعمل شو ما بده، واذا بمنع اي واحد فيهم بينزعج حتى لو كنت عم بحكي مشانه، وكلهم بيعتبروني عدوتهم الأولى. في حدود، أنا حماتها يعني ما فيني إمنعها على شيء، بس لا أنا خايفة على شرف العائلة. وجدان مع أني شرحت لك. أوه هاي أنتي، روحي روحي فوراً. يا مرت عمي، انتي منعتي وجدانه بس صح، بس انا ما منعتيني. اذا راحت وجدان او ما راحت انا لازم روح هلا. وانا كمان. خير، شو اللي عم بيصير هون؟ يلي عم بيصير من سيء لأسوأ. منعت وجدان تروح وهلأ هدول بدهم يروحوا كمان. بس بدي اياكم تفهموا شغلة واحدة منيح، أنا ما رح خاف من حدا منكم ماشي؟ ولا تفكروا حتى أني رح خلي وجدان تروح لأنكم رايحين، مستحيل أقبل. خير يا ماما، يعني مسموح أن تروح البنت بس مو مسموح أن تروح الكنة؟ منيح، شو هالمساواة هي؟ بسيطة، يلا يا نجاح يلا. إيه؟ بلا ما نضيع وقت. يلا تفضل. شو ما صار يصير بس ما رح خلي وجدان تروح. أخي عطيني وحدة لو سمحت. ايه يلا تكرم عينا. أنا سمعت إنه في احتجاج هون، ماني شايف أي حدا بالمرة. ايه هيك سمعت أنا كمان، بنات وشباب رح يتجمعوا هون. بس بدك أقول لك شغلة يا أخي، صار مثل هيك احتجاجات كتير من قبل بس ما عملوا أي شيء أبدا. الله يحمينا هالبلد. تفضل أخي هي طلبك. شكرا لك. عفواً لو سمحت، هون رح يصير احتجاج؟ ايه رح يصير هون.
كأنه ما في عدد كبير، يعني ما صار الوقت؟ مين بده يجي لهون؟ لما بنت عادية مثل هي تستدعي الكل ما رح يكون في عدد كبير. وإذا ما أجا عدد كبير يعني يقول على الأقل في شوية ناس. 10 أشخاص إجوا ردوا على وجدان، ولما بينشروا الرسالة أكيد بيجي 10 غيرهم كمان. نقطة ورا نقطة بيعملوا بحر. نحن كلنا موجودين اليوم لأنه منوثق بوجدان وبأفكاره ومنوثق بوجهة نظره، وكل شي بيصير ممكن لما بيكون عنا إيمان. قبل الفوتة على المعارك الكبيرة لازم نعمل خطوات صغيرة. لأنك كتير مزعوجة هلأ، لهيك بهذا الوقت أحسن شي تساويه إنه تريحي أعصابك على الأخير بنتي، وتترك الأمور مثل ما هي، مثل ما عم بقلك يا بنتي، لأنه ما في عندك غير هذا الحل. بنتي وجدة، أنا بهالوقت عم بتدور براسي أسئلة هي ببالك هلا، وأنا كمان مزعوجة وما بعرف إذا في شي حل ولا إنه رح يضل الألم يتكرر ويدوم العذاب عنا عطول. بس مع هيك بنتي لازم تخلي ثقتك بنفسك تكون كبيرة. هالشي ضروري لأنه أنتي بنت كتير قوية وجدان. قولي إنه عندك ثقة وما رح تفقدي الأمل أبداً. مثل خالتة، كل يلي هون واقف بصف وجدان. أنا ما عم أفهم وين الكل هلأ. شي كتير حلو، عن جد كان معكن حق، لأنه في ناس كتار إجوا لهون. شباب، لازم نعترف بشي، وجدان بنت كتير شجاعة. كتاباتها كتير حماسية ورائعة، لدرجة إنه أنا تخانقت مع أهلي واجيت بسرعة لهون. هي على القليلة حاولت توحدنا وتوحد أصواتنا كلها. هاد شي كتير مهم، وكلنا إجينا لهون لحتى ندعمها. كلنا رح نتخلى عنها وجدان لازم تعملي شي وتجي لهون بسرعة. ألو رجاء ردوا علي. ما بعرف مين عم يتصل كل الوقت من الصبح، لا وما عم يحكي. تعي يلا تعي خالتي. ليش ما عم تردي علي يا وجدان؟
الو الو بابا، وين وجدان؟ لو سمحت الا خليها تيجي لهون فورا. بيان انت ايه؟ شو بدك تقول بيان؟ ليك بابا لو سمحت ابعت لي وجدان. الا انه الناس بلشوا يجوا، هن عم يجوا بالتدريج لهون. هالمنظر بيستحق الفرجه يا بابا، هذا حلم لوجدان. بابا الكل اجى لهون بسبب اصراره، وكلياتهم هلا عم يسالوا وين وجدان وين وجدان. لو سمحت بابا لازم تجي، حاول تبعت لي اياها لهون باي طريقه. بيان اسمع منيح، بهذا اليوم وجدان ما رح تطلع برا البيت بدون اذن سيما، او انت بتعرف اوامر امك، مستحيل تغير رايها بالمره. شوف لك شي حل تاني. الو الو بيان اسمع، في عندك حل واحد، اسمع منيح شو الحل. ايه بابا سمعتك، انا رح اتصل بعد شوي. ماشي. بيان وين وجدان؟ برأيي ما في حدا رح يجي، يلا خلونا نمشي من هون أحسن إلنا. كتير سهل إنه نكتب هيك شغلات، بس كتير صعب إنه نحن ننفذها. اسمعوا مني أكيد بتكون خافة مو هيك؟ بيان أنا بتمنى ما يروحوا هالناس بعد شوي، نحن لازم نبلش بالطريق اللي رسمته وجدان صح؟ فكرة كتير منيحة، امشي يلا. انت؟ ليش لا؟ انت واختك وجدان وكل الباقيين عملتوا عمل عظيم كتير، انا كمان بدي ادعم هالقضية معكم وبدي ساندكم كمان. نجاح انا كمان معك وفخور فيكي. شكرا. الو ماما لو سمحتي بعتي لي وجدان لهون وباسرع وقت ممكن، ضروري كتير. ابني انا قلت لك اكثر من مره هالشي، شو ما بده يصير يصير، وجدان ما رح تحضر الاحتجاج هذا، فهمت؟ خلصنا. يلا سمعي صوتكم يا بيان، وجدان بدنا اياها لهون. ليكي امي انت ليش هيك عم تحكي؟ في كتير ناس تجمعوا هون لانه وجدان هي اللي دعتهم، اجوا كلهم مشان. طيب طيب شو بدي اعمل؟ يعني هي ما سالتني قبل ما تستدعيهم؟
صدقيني امي هنن هلا عم يهددونا اذا ما بتيجي وجدان هلا لهون رح يجوا هنن على البيت لعنا. فيهم يرموا حجاره او يطوقوا البيت وهذا الشيء خطير كثير. انا بترجاكي يا امي اسمعي مني. حجاره رح يجوا على البيت. شو صار يا سيما؟ مين يلي جاي لهون؟ امي الناس عم يقولوا هون انه زوجها لوجدان هو اللي ما خلاها تجي. امي هنن بهيك ظروف فيهم يعملوا كل اللي بدهم اياه. بترجاكي حاولي انك تفهمي عليهم. بعتيلي اياها بسرعه. يا سيما اسمعيني بس شوي. ما بعرف شو ممكن يصير اذا اجوا لعنا على البيت بس بيان ونجاح هلا هني هنيك. بس قرري شو لازم تعملي. يلا امي امي انت عم تسمعيني منيح؟ ايه ابني ايه ايه عم بسمعك. أهلا 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 سمعتيهم؟ قولي لكن شو صار هلا؟ وقعت عالتنا بمشكلة بسببك. بدك تصيري قائدة وبدك نتفرج. شايفة شو عملتي؟ ماما أنا بترجاكي حاولي إنك تفهمي لأنه الموضوع رح يصير خطير كتير. الله يخليكي بعتيلي إياها. أنت ليش معقدة؟ انت ليش واقفة عندك؟ روحي خلصي هالاحتجاج اللي حضرتك بلشتي. روحي. انت عم تسمحي لها تروح؟ روحي. يلا روحي. رجاءً لا تروحوا هلأ من هون. رح توصل وجدان لهون بعد 5 دقائق. استنوا شوي. عنجد صار لك زمان عم تقولي هاد الحكي. هي امتى رح تجي؟ بس يعني وجدان شو ناطرة؟ ليش ما اجيت؟ لو منعرف هيك ما كنا اجينا ابدا. على شو عم تتطلعوا؟ يلا الكل على البيت. خدوا يلا يلا نروح على البيت. يلا ما عاد شوي استنوا. دقيقة واحدة دقيقة واحدة. يلا استنوا شوي. انا هلأ بدي لكم شغلة مهمة. يا ترى ليش نحنا مجتمعين هون هلأ؟ شو الهدف من هالشي؟ لأنه كلياتنا مهتمين بأمن وأمان كل بنت موجودة، مو هيك؟ قولوا. بعد ما شفت موقفكن أنا ماني حاسس بهذا الشي. خطر لكم شي مرة بشو منفكر نحن كلياتنا لما منشوف مثل هالحوادث هي عنا؟ ولا بتقولوا هذا الشي صار مع حدا ومو ممكن إنه يصير معنا؟ يمكن تكون مرت حدا أو أم حدا أو أخت حدا تاني. لا نحن مثلهم. هالشي ممكن يصير مع أي حدا فينا. هاد بيان زوجها لوجدان. بدي هنيه هو وجدان لأنه دعمها لمرته بهالحملة الهادفة لهالقضية هي. لهيك رح تجي وقدام الكل ورح تقاتل ضد هالظلم اللي عم يصير ضد المرأة. كم واحد فيكن بيقدر وبيتجرأ يحط مرته بالمقدمة؟ يلا جابوني لشوف. يعني إذا كنت كل هالقد عم تدعم مرتك ليش حبستها بالبيت؟ فهمنا. حاجة بقى سمعنا تنظير كتير بكفي. رجاءً ضلوا شوي يا جماعة. ما بصير طولوا بالكم. بترجاكم ضلوا شوي. خلاص أنا في عندي شي تاني اهتم فيه. بلكي بشي مرة تانية. ايه بس في مجال إنك تسمعني؟